أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلما ازددت معرفة بمعاني القرآن خاصة في حضور هذا الدرس ازددت اطمئنانا وتعلقا بهذا القرآن العظيم، فهل تنصحني بأن أحفظ القرآن مع قراءة تفسير معين لما أحفظ من الحزب اليومي؟ لا شك في هذا، أن هذا طيب أنك تحفظ القرآن، ولو على الأقل تحفظ الآيات في آيات الدرس قبل أن تحضر، وإذا تابعت هذا الحفظ فإنك تحصل على قسط كبير من القرآن بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وكونك تجمع بين الحفظ والفهم هذا هو طريق التعلم. الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم.